انت بتزنوني انت بتزنوني، بقولك المعلومات قد كده مش عارف ابتديها منين، بتزنوني بتدور وانا واقف كده. ماشي عم سعيد، ماشي عم سعيد، واحد مش عارف بصراحه يبتدي لكم الحلقه المدهننه دي منين. هما دوريين حزان بننافس فيهم وكل الباقي حسم، ولكن الواحد برضو مش عارف ينام وبرضو مش عارف يقلل ساعه الحلقه. فالدوري الايطالي الميلان والانتر توم وجيري اللي بيجري ورا بعض ومخليين الصراع حتى الجوله الاخيره. فالميلان اللي بيفوز في السان سيرو على اتلانتا في ماتش ملحمي فكرنا بالدوري الايطالي في التسعينات، والانتر اللي بيفوز بالليل على كالياري ويقول له خلي الموضوع لاخر جوله. اما الدوري الانجليزي فايضا مولع نار سواء في مناطق الهبوط واللعب على الثلاث مراكز ما بين ليدز وما بين ايفرتون وما بين بيرنلي. اما الصراع الازلي اللي فوق اللي ايضا شعللها نار عم ديفيد مويس بتعادل امام السيتي 2-2 في ماتش ملحمي. اما ليفربول وكلوب اللي بيبص بصة على الدوري ولكن بيبص بصة تانية على الست كاسات بتوعه بعد ما قدر يحقق كلوب كل بطولة ممكنة مع ليفربول في تاريخه. اصابات كتيرة في الكاس ولقطات كتيرة جميلة ايضا كانت في الكاس، ولكن اجملها بالتأكيد كانت لقطة مؤمن زكريا اللي بنوجه له من هنا ايضا التحية، واللي لازم نتكلم على اروع ما حدث هذا الاسبوع. توتنهام كسبت بيرنلي برضو 1-0، نتكلم عن الموضوع ده ونشوف احنا هنعمل ايه بالليل. ممكن تلاقيني بصيح معاك في اي وقت فافتح تنبيهاتك وخليك جاهز، لان حلقه اوروبا اللي هنتكلم فيها ايضا عن ابرز ما حدث في الدوريات الاوروبيه كلها رجعت لكم تاني الاسبوع ده. اشتركوا معنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك كله هتلاقيه تحت الديسكربشن، او لو عايز تتابعني انا شخصيا برضه هتلاقي كل ما يخصني موجود من تيك توك لفيسبوك لانستغرام كل حاجه. وبالتاكيد الراعي الرسمي لحلقات رز اوروبا دائما وكل اسبوع ريكسونا. اما الان اشتغل بالدي جي عم سعيد وخلينا نرقص حبتين. يا رزيع في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا. قربت تخلص الحلقات الجميله دي، هيبقى في رزع اوروبا عادي ولكن باطار تاني مش اطار الاسبوع اللي بنشوفه كل حد او اتنين على حسب الماتشات يعني. ولكن الجمال ياتي اليوم، وشي ينشكح وشي ينبسط قوي لما اخدكم كده جوله خارج الدوريات اللي لسه هنتكلم عليها في حسمها. دوري الالماني حضرتك اول ما اقول لك كده تفتكر مين؟ هتقول لي ليفاندوفسكي، هتقول لي هالاند، الاثنين رايحين خلاص ما بقاش فيه ولا اشتراك للدوري الالماني ولا هنشوف ماتشات، حتى المهاجمين اللي كنا بنسمع عن اهدافهم مشيوا. هالاند النهارده بيودع جمهور دورتموند رسمي في اخر مباراه، بيودعهم والجمهور بيقول له يخرب بيت دي صفقه كانت رائعه، هم ما حققوش بيها حاجه ولكن الراجل عمل لنفسه اسمه وسمعه ورايح يعني بانتقال مهولي للسيتي. هالاند يا جماعه في خلال مسيرته مع هذا النادي يعني لعب 89 مباراه، سجل 86 هدف و23 اسيست. بتتكلم في مكنه اهداف هتروح من هذا النادي، ولكن المؤكد ان النادي العظيم ده يا جماعه هو نادي استثماري. هيطلع هالاند دخل على طول الواد إديمي اللي كان مولع الدنيا في الانتقالات والكل كان عايزه، ولسه كمان بيفوض هالر من اياكس المهاجم اللي تألق جدا تحت تنهاج اللي جايين له ايضا في الكلام. ولكن اللي عجبنا انا شخصيا في الموضوع هو احتفال هالاند في بقى ايه نايت كلاب بالليل. الراجل راح سهر مع اصحابه ولبس الترينك بتاع دورتموند، قعد يسهر بيه في وسط البتاع والناس بتحتفل بيه عشان ايه يودع الجمهور بشكل يعني ايه مختلف وجميل. اما ليفاندوفسكي فبعد ال 50 هدف هذا الموسم 35 في الدوري، الجايزه السابعه على التوالي كونه الهداف عشان يكسر الرقم التاريخي لجيرد مولر الهداف التاريخي لنادي بايرن ميونخ، يعني شيء في منتهى الحلاوه. ولكن الحزين هو رحيله اللي دلوقتي عامل مشاكل هنجيلها في حلقه الانتقالات الاسبوع ده، ولكن الراجل في وداعه في الملعب كان خلاص يعني بيودعهم في عيونه كده رغرغه اللي هو انا ماشي خلاص، بيؤكد ان انا قصتي خلصت هنا. زيه زي لعيبه كتير الاسبوع ده يا جماعه شفناهم بيودعوا، شفنا روبن نيفيز بيودع مثلا فريق وولفز ايضا بشكل هو ما اعلنش رسمي ولكن الغرغره في عينه واضحه وبيعمل لهم كده، عقده بينتهي. طبعا مدينه البرتغال اللي مفتوحه في انجلترا عندنا شيء طبعا يزعل. ايضا انسيني في الدوري الايطالي اللي بيتوج بقى واحد من الافضل في التاريخ جنب مارادونا في هذا النادي، الراجل بيكرموه، الراجل بيلعب اخر ماتشاته على ملعب مارادونا. هتلاقي ايضا في الدوري الاسباني لويزيتو سواريز صديقي وحبيبي يعني طبعا بيودع رسمي
رسميا جمهور اتلتيكو مدريد. سيميوني على عكسه اللي بيؤكد ان هو باقي موسم كمان مع اتلتيكو، ولكن لويزيتو الجمهور بيقول له شكرا انك خليتنا ابطال، شكرا على الفتره القصيره اللي قدرت تحقق فيها حاجات نجوم ما قدروش يحققوها يا سواريز. ومن هنا يجي سؤال الحلقه، تفتكر سواريز ممكن يكون مكانه فين الموسم اللي جاي؟ هل يروح لامريكا اللاتينيه او بقى يجرب التجربه الامريكانيه، او فعلا يروح مع ستيفن جيرارد في الدوري الانجليزي ونشوفه بيكمل في الدوريات الاوروبيه الكبيره. اما في هولندا فإيريك تن هاج بنفس الوداع كان يودع جمهور اياكس، الجمهور اللي عمله النادي اللي صنع اسم تن هاج في الكره الاوروبيه. فبعد 4 مواسم الراجل بيطلع ب6 بطولات مع نادي اياكس، الراجل بيلعب 215 مباراه، بيحقق 158 فوز، وبيعادل 2.7 اهداف في الماتش، يعني دخل على 3 جوان. بالفعل الراجل ودع جمهوره وبيلم شنطه وطالع على مانشستر يونايتد اللي بيستقبله كريستيانو رونالدو على طول بتصريحات احنا منتظرينك، متشوقين جدا لتجربتك معانا الموسم اللي جاي، مش عارف بقى في اليوروبا او في الكونفرنس، هنتكلم في الموضوع ده. وعلى سيره الذكر الحلو فلازم نتكلم على عمر مرموش اللي شارك مع فريق ستوتغارت ان هو يفوز فوز ملحمي في اخر دقيقه 2-1 على فريق كولن. حقيقي منظر جميل باحتفالات كمان بتشيرت رائعه لستوتغارت كانوا عاملينها من المواسم القديمه التاريخيه اللي هم يعني حققوا بيها نجاحات. ولكن ننتقل الى الاهم وهو الدوري الطلياني. الكالتشيو حلاوته ومتعته وبيتزاته ويعني يخرب بيت الحلاوه والمتعه يا جماعه. امبارح لو ما شفتوش ماتش الميلان واتلانتا فاتك كتير. اي نعم وكان جاي لنا بعد ملحمه السيتي اللي داخلين لها في اخر الحلقه، ولكن لا يا جماعه الميلان امبارح الكل متعاطف معاه، ما تكذبوش. انت لو مش بتشجع انتر ميلان او اليوفي او حد في ايطاليا اكيد هتبقى متعاطف جدا مع شكل السانسيرو وهو احمر ورجوع البيج ميلان مره اخرى. خلاص فاضل على الحلو رزعه واحده. مش معنى كلامي اني ابدا مش متعاطف مع الانتر، نفس تعاطفي مع الانتر بالظبط كان السنه اللي فاتت لما قدروا يزيحوا اليوفي شويه من الاحتلال بتاع الدوري الايطالي. ولكن السنه دي الموضوع يا جماعه في ريحه حلوه، في مالديني وفي ناس واقفين تقول ياه على حلاوه الميلان وايامه الحلوه. النهارده وانت بتقول الميلان ممكن يعملها من 2011 ويفوز باول دوري واول بطوله اصلا من 2016، الميلان اللي كلنا حتى لو ما بنشجعوش بنحس ان هو ما ينفعش يقع. النهارده بعد هدفين سواء للياو المتالق جدا جدا في اخر 5 مباريات الراجل بيعمل وبيبدع بارقامه، فالراجل جايب 3 اهداف و3 اسيستات، مشارك لما الميلان احتاجه بشده الراجل فعلا كان موجود، وفي وسط الزنقه وفي وسط الضغط وفي وسط انك ممكن اتلانتا بهجومها القوي يتعادل معاك في اي لحظه، تيو يعمل هدف مارادوني فياخد الكره من قلب منطقه جزائه ويرقص الفريق كله ويضرب قذيفه يعني بجون حلو وقت حلو واحتفال حلو وشماريخ حلوه. كل حاجه امبارح كانت بتؤكد ان خلاص في يعني سيناريوهات كده تحسسك ان الميلان يقترب. فبعد اخر 15 مباراه الميلان ما بيخسرش فيها متمسك بحلمه، وده اللي نفسه قاله جاسبريني الراجل اللي قال لك يعني مدرب اتلانتا والله لو يعني تسالوني عن رايي فالميلان يستحق اللقب. اما الانتر اللي على عكس كلامي تماما، هل ما يستحقش اللقب؟ لا الانتر يستحق جدا. الانتر اللي سبحان الله تحس ان انزاجي عارف مشكلته كانت فين، ولما اتسال اي ماتش تعيده في الدوري يكون ايه انزاجي ما قال لهمش ماتش في الدوري، قال لهم ماتش ليفربول اللي عندنا في السانسيرو اللي كان ممكن ساعتها لولا اللي احنا بنلعب ب 10 لاعبين ان احنا نكمل ونكسب. فليفربول خسرت ماتش واحد في 2022 كنا احنا، وده اللي قلت لكم يا جماعه في الحلقات اللي فاتت ان الانتر مشروع اجهز. الانتر مشروع عطله شويه دوري الابطال، ولكن يعني مقدم موسم خرافي بالتنازلات اللي قدمها اول الموسم. فالنهارده برده امام كالياري الراجل بيتقدم بهدفين وبيرجع كالياري بهدف عشان يسخن المباراه، بيرجع لوطارو اللي نفس كلامي على الياو هقوله هو في الوقت الحاسم دائما كان موجود لوطارو في اخر الموسم. لوطارو النهارده اللي كل المهاجمين بتيجي على الانتر وتمشي، لوطارو دائما موجود. ولكن كل شيء في كره القدم فعليا في الدوريات دي موجود. فالانتر اللي هيلاعب على ملعبه سامدوريا، والميلان اللي هيلاعب خارج ملعبه ساسولو في ملحمه ما ينفعش تفوت اي حد. يبقى الصراع في اخر جولتين. قولوا لنا يا جماعه لو عايزين نعمل رياكشن على الدوري الايطالي برضه هنعمل لكم حته رياكشن، استنوا يوم الاحد يا جماعه على كل ماتشات الدوري الانجليزي في وقت واحد. ما تعرفش الموضوع ده الحد الجاي كل الماتشات الساعه 5. انا ارسنال، عمر خالد، سيتي، جو، ليفربول، عصام، تشيلسي، كلنا نقعد نقتل في بعضين. اما لو دخلنا على الجانب الانجليزي مش عايزين يهدوا ولاد الصربه، سواء تحت ايفرتون اللي يعني انا كنت بشجع ايفرتون امام برينفورد، يا جماعه خلصونا بقى، اضمنوا التاهل بقى، خلوا اخر ماتش مع ارسنال سهل وبسيط الله يخرب بيوتكم. وفعلا 1-0 كالفر
ليستر 2-0 ريتشارلسون 3-2 الشوط الثاني برينتفورد تقلب النتيجه ويطرد من ايفرتون 2 دف يعني في مصلحتنا اطرد برانثويت المدافع واطرد روندون في اخر اللقاء نزل 4 دقائق اطرد فيهم يا حبيبي ولكن لامبارد لسه هو يعني عنده فرصه لسه مأمن نفسه شويه ولكن لازم يفوز بالماتش اللي جاي امام كريستال بالاس لو بصيت على شكل الدوري في اخره هتلاقي ان عنده ماتش لسه ما لعبوش على جانب ليدز يونايتد اللي في منطقه اخطر واحده فيهم تقول لي ما هي بيرنلي هي اللي في المركز ال18 اقول لك ليها ماتش زياده زيها زي كده ايفرتون ولكن ليدز النهارده مش بس النقاط اللي مخليها نقول كده شكل رافينا وهو قاعد في الملعب في اخر ماتش لعبه وبيبص كده اللي هو لا كنت عايز نهايتي تبقى احسن من كده بكتير ومن رايي يا جماعه انا قلتها قرار شيل بيلسا كان غلط الراجل بيقدم كره ممكن تكون كانت بتوقعه ولكن انك تغير في الوقت الحرج ده سبب لك مشاكل ممكن تهبطك تاني على الاقل بيلسا كان عارف لعيبته كان ممكن يديهم حاجه تطلعهم حتى لو في المركز ال17 اللي هو ايه بتلمس حتى لكن مش كده انا بحب ليدز بصراحه يعني نفسي بيرنلي هي اللي تلبس فيها زي ما كده لبسوا امام زفت توتنهام الله يخرب بيوتهم يعني ما تقفلوا عليهم يا جدعان 1-0 توتنهام الماتش الصعب اللي كان بالنسبه لي توتنهام هي عندها عقبتين بيرنلي وعندها نورويتش اللي ممكن تكسبهم 17 وسون ياخد هداف الدوري مرتاح جاي له ولكن النهارده بضرب الجزاء ممله بقى هاند بول امل حاجه تقى انا محروق اصلي معلش ناس عم هاري فرخه مستر كين بيخش يشوط ضرب الجزاء معتاده ضربه الجزاء يا جماعه رقم 21 على التوالي الراجل ما بيضيعهاش اعلى واحد في التاريخ هو ليفاندوفسكي 31 ركله جزاء على التوالي برضو تستغرب ليه ما اداهاش لسون يا جماعه ما هو كنت ده غريب قوي ما تزق لعيبك والراجل نفسه يفرح بكوري الجميل وده اللي ياكد لك ان كنت يا جماعه راجل بروفيشنال جدا هو ملوش دعوه سون بقى بينافس على الهداف ده مش هيفيدني ده انا عايز توب فور توب فور يعني هاري كين بيشوط ضربات جزاء يعني عندي ماتش دلوقتي مع بيرلي الماتش اللي فات سون عايز يجيب جون انا هريحك يا معلم ما افكر الماتش اللي جاي يصالحه بعد كده ولكن النادي هو الاهم وده اللي قاله سون سبحان الله في ايضا حديثه قال لك بحلم بالجولدن بوت ولكن لو وصلت التوب فور فسعادتي هتبقى بيها اكتر 20 مره اللي فوق بقى يا جدعان ما تعملوش كده يا جدعان بقى فينا بقى ده ربنا يكون في عون جمهور ليفربول شوف انا بقول لك والله العظيم ربنا يكون في عونهم لان جوارديولا هذا الكلب شوف انا مش بشتم فيه وحاجه وحشه ولكن هو بيلعب لعبه قذره قوي ليفربول انا مش هحسمها له النهارده انا هسيبك كده تقعد تتعشم لحد اخر فسوه وهيكسب ابن الصرمه هيكسب ابن الصرمه عادي جدا ولكن الماتش يا جماعه ملحمي يخرب بيت الدوري الانجليزي قلنا جوارديولا هينزل ياكل وعايز يضمن الراجل بعد ما خسر الدوري خلاص بقى خلص بقى واستهام 2-0 من الواد بوين ده طبعا يستحق يعني مكانته في يعني ترشيحه لافضل لاعب في الدوري الانجليزي بجانب اللعيبه الكبار النهارده الراجل بيفلت مرتين بيعرف ديفيد مويس بشكل ذكي جدا يلعب على ازاي يجيب جوان في السيتي ونفس ما قلت لك على بوين هقول لك عكس الكلام على ديفيد مويس اللي استغربت جدا ظلمه في عدم ترشحه لافضل مدرب في الدوري الانجليزي سيبك من كلوب وجوارديولا ولكن انت النهارده مرشح لي باتريك فييرا ومدرب بتاع برينفورد وايدي هاو بتاع نيوكاسل اللي لسه اصلا جاي في تلت الموسم حرام ديفيد مويس تحس انهم حكموا عليه في فترته مع مانشستر اللي هو لا انت يالا اصلا عارفين اللي فيها لا الراجل عامل موسم ممتاز الراجل طلع بعد التوب 6 في مفاجاه ما حدش يتخيلها وصل سيمي فاينل اليوروبا ليج عارف ان ملهاش دعوه ولكن المشروع يا جماعه جيد جدا الراجل ده اتظلم ده كفايه النهارده انه ولع علينا الدوري كده يا اخي الراجل النهارده بعد طبعا يعني كفال ما بيتلعن سلسفيله من كل جماهير ليفربول الراجل اللي يرجع اللقاء بعد هدف جريليش الشوط الثاني قلنا خلاص مانشستر سيتي هيرجع ويسجل ويدخل في الخراره هدف في مرماك وفال على طول وبعد كده يعمل ضربه جزاء على يعني مانشستر سيتي عشان رياض محرز يخش وينهي رياض الدوري وفنش رياض الحلم ورياض يضيع وجوارديولا يقع مننا على الخط ويحط ايده على راسه ونشوف صوره معتاده وعارفينها صوره كده تحسسك ان جوارديولا بيقول اصل انا يعني اتزنقت في دقيقتين امام ريال مدريد انا الصوره دي شفتها قبل كده فسبحان الله سيناريوهات الكرة يا جماعة يعني ما تعرفش ولعلمك هي نتيجة ان مانشستر سيتي يتعادل او يخسر مش فرق كتير تقول لي ازاي مش فرق كتير اقول لك ان ببساطة لو مانشستر سيتي كانت خسرت يا سيدي 2-1 فالماتش الجاي هيبقى مضطر ان ليفربول تكسب ساوثهامبتون فرق الاهداف بعد ما تتعادل مع مانشستر سيتي في النقاط يعني بتتكلم في 5 أو 6 جوان ده لو النتيجة كانت خلصت 2-1 يعني فانت املك ان السيتي كان يقع باي شكل ما ولازم يقع باي شكل ما سواء يتعادل او يخسر على يد فيلم قد يكون
جون درامي بحتي من ستيفن جيرارد اللي يعني عوض جماهير ليفربول بدوري هو ما كانش موجود فيه كلاعب ولكن ممكن يكون كمدرب لأستون فيلا في آخر مباراة أمام مانشستر سيتي. تخيل لو عملها، تخيل لو عملها. قبل ما أقفل المباراة دي زي ما قفلوها هم لازم أقفلها أنا كمان قبل ما ننتقل إلى مباراة الكأس في تشيلسي وليفربول. ولكن عم مارك نوبل أسطورة الدوري الإنجليزي وأسطورة الفانتسي وأسطورة ويست هام يقرر الاعتزال تماما النهاردة. بنشوف بقى الملعب كله بابلز في الآخر وولاده بينزلوا يحتفلوا معاه، أسطورة في هذا النادي. الراجل يا جماعة عاش حياته كلها بيلعب في هذا النادي، هو أكبر لاعب وأشهر لاعب في النادي، خلاص بيعتزل. وأحلى حاجة في الليلة دي كلها كان تعليق، قال لك السنة الجاية يعني الحمد لله أنا هبقى قاعد على البحر وصديقي المدافع دوسن هيبقى بيراقب هالاند، وقعد يضحك عليه ومشي. هي ناقصة فعلا هالاند، أنت قعدت وإحنا هنقعد نتمرن فعلا. ننتقل إلى آخر مباراة عندنا وهي مباراة الكأس، مباراة الكمال لفترة كلوب وليفربول. الراجل خلاص النهاردة ختم بالبصامة، انا كسبت كل حاجة ممكنة اقدر افوز بيها رسمية مع ليفربول. عايزين حاجة كده تقدروا تقولوا على فترتي فترة ناجحة جدا. برضو يا جماعة هو مقياس النجاح عند ناس يختلف، في ناس تشوف فترة جوارديولا انجح دوريات كتيرة محليات، ولكن انك تفوز بكل بطولة دي صعبة وتريكي جدا. راجل النهاردة دوري تشامبيونز ليج سوبر اوروبي كاس عالم اندية كاراباو كاب اف اي كاب، وعشان السوبر المحلي ما بيحسبش يعني كبطولة رسمية. النهاردة في سيناريو مشابه بالملي زي ما انهى امام تشيلسي في الكاراباو بينهي امام تشيلسي في الاف اي كاب عم كلوب. على قد ما انت طالع بميزات جباره جدا، الاجواء حلوه، تقول لي الاصابات مؤلمه جدا اقول لك معاك، خروج فان دايك في الاخر، خروج صلاح في مباراه النهائي بحلم يراود جميع المشجعين امام ريال مدريد، برضو مش عايزين نفتكر البلوه، وايضا فابينو من الماتش اللي فات الراجل اللي مصاب، عندك مشاكل ولكن كلوب شكله مطمن. صلاح شفناه بيتكلم مع ماني بيقول له اصابتي يعني شكلها مش كبيره قوي، ولما اتسال نفسه وجوده في النهاية قال لك بالتأكيد هكون موجود ان شاء الله، ولكن هاجل صلاح في الاخر عشان عندنا كلام. ولكن الفرحة حلوة، بتشوف كلوب وهو بيحتفل مع ماني وماني بيقلده بيحبوه يا جماعة. النهاردة واحد زي هندرسون يا جماعة مع احترامنا ليه، ولكن يصبح اكتر لاعب خد بطولات مع تاريخ ليفربول كله واول لاعب يحصد جميع البطولات ككابتن للنادي. النهاردة واحد زي ارنولد يا جماعة 23 سنة حقق جميع البطولات في ليفربول. النهاردة بص على لقطة ماني وميندي وهو بيشوط ضربة الجزاء، شوف ازاي كلوب على طول طلع حما ساديو ماني، قال لك بصراحه انا اللي اتحمل المسؤوليه. ازاي يا عم كلوب هو انت اللي شوط؟ قال لك انا قلت لماني الواد ده عارفك غير زاويه اللي انت بتشوط فيها، فلما ماني غير ما عرفش يشوطها كعادته يعني، فانا اتحمل المسؤوليه لان اوقات بتضطر انك تلعب في المكان اللي انت بتشوط فيه على طول، وانا مفروض ما كانش افتح بقي. فتخيل لما يبقى مدرب عشان يحمي لاعب يقول له البقين دول. النهارده لقطه مؤمن زكريا يا جماعه. هنيجي لصلاح، ولكن بالتاكيد كلوب والاداره برده لازم نشكرها مبدئيا على الموضوع ده. فكره ان وجود لاعب يخش فيه ويمبلي في الاوضه دي في الدريسنج روم واللعيبه كلها تبقى بتحتفل معاه اكنه لاعب اعتزل معاهم او اكنه كان لاعب بيلعب معاهم بقاله 5-6 سنين، ده شيء مش طبيعي. وطبعا الفضل الكبير يجي لعم صلاح، عم صلاح اللي هنتكلم على ادائه ولكن لازم نتكلم على جماله الاخلاقي. النهارده الراجل ده ولا بيعمل نمره وبيعملها في كل هدوء من غير بروباجندا، الموضوع طالع طبيعي جدا، الموضوع طالع بكل بساطه. ما تقدرش تقول لصلاح غير ربنا يكرمك ويجازيك خير يا ابني. النهارده العلاج النفسي ده هو اهم حاجه في يعني رحله مؤمن زكريا للشفاء باذن الله. فانت النهارده في ظل الاصابه، ففي ظل ان انت يعني بتعاني باسوا فتره في الموسم، خلينا واضحين وصراحه، صراحه يا جماعه بقاله 20 مباراه سجل هدفين من لعب مفتوح، بعد ما كان كل ماتش بيسجل هدف واتنين، بعد ما النهارده في تصريح عامله عليه ضغط، ولكن بيفكر في مؤمن النهارده ينزله في وسط الاحتفالات، ده شيء يعني هيفضل في التاريخ يا عم صلاح. انا ما اتكلمتش على تشيلسي كتير لان مفيش حاجه تتقال كتير جدا على الفريق اللي لسه في مرحله يعني تذبذب كده. حظه وحش جدا، بيخسر كاسين عن طريق ركلات جزاء او ضربات حظ زي ما بيقولوا، وهي فعلا ضربات حظ، ولكن كل شيء النهارده مش مكتوب. واحد زي ميسن ماونت يعني شيء كئيب، الراجل يا جماعه حضر 6 مرات نهائي في ملعب ويمبلي، الراجل خسرهم كلهم، مره مع ديربي ومره مع انجلترا في النهائي اليورو و4 مرات مع تشيلسي. فيعني ما تجيش الملعب ده تاني، هيحصل له عقده نفسيه، لحقوه الواد
ده. اما تشيلسي اللي بيخسر ثالث نهائي اف اي كاب على التوالي، فده اول مره في التاريخ حد يعمل كده. ما تروحش البطوله دي برضو، العب بالناشئين ولا حاجه، ما ينفعش كل مره تروح وتتقهر كده. الدنيا مش ماشيه ولكن ماشيه هنا، وحلم الرباعيه شغال يا جماعه. سبحان الله الكرباو حصل، اف اي كاب اعمل تشيك عليه، فاضل ماتشين. ممكن بقى نفكس كلامنا ده كله وتخسر انت اصلا من ساوثهامبتون، تبقى مصيبه. زي ما جوارديولا كده قال لك عايز ايه من ساوثهامبتون، قال لك نفسي ساوثهامبتون تكسب ليفربول 4-0 ونرتاح. رجعوا يهزروا ورجعنا احنا نهزر. هنشوف بكره هيحصل ايه مع ليفربول وساوثهامبتون، ياخدوا الثلاث نقط ويبقى اخر جوله. سيتي واستون فيلا حياه او موت، وليفربول والولفز حياه او موت. رياكشن الساعه 5 يوم الاحد، انتظرونا في يعني ملحمه تاريخيه. مين البطل ومين التوب فور ومين اللي هبط، هنتخانق كمان على مين اللي هيتفرج على ماتشاته، وهتبقى مهزله. خليك معانا، قول لي لو الحلقه دي عجبتك يا رزيعه. ايه هي لو الحلقه دي عجبتك يا رزيعه؟ قولوا لي لو الحلقه دي عجبتكم يا رزيعه، اشتركوا معانا في القناه لو كنتوا اصلا لسه مش رزيعه. نوصل حلم المليون رزيعه قريب قوي، واثق فيكم جدا، دايما كل يوم بنزيد والعيله بتكبر بيكم انتوا. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبفكركم بالراعي الرسمي دائما وابدا ريكسونا. الحلقات رزع اوروبا، وكفايه رزع قوي لحد ايه. هتمنتج ايه يا سعيد؟ رياكشن ماشي، ما هو احنا هنقلب. انت مش هتحط بس 18، كام هيبقى كام جمله؟ يجي بتاع 40 جول، هتحطهم من تحت كده صغننين زي ما بقينا نعمل. هتخانق انا شويه مثلا عايز اتفرج على التوب 4، جي يقول لي ده الدوري، احمد كان يقول لك عايز اشوف الكونفرنس واليوروب. هتبقى وهنلبس كل واحد تيشيرت بتاعته، تحفه تحفه تحفه.